راح نعمل باترن 607 اللي هي بالجامع الأموي الكبير بدمشق. راح نبلش أول شيء برسمتنا البيس اللي هي تعطينا نتيجة مثل 600 بيس، بس بطريقة شوي مختلفة. بس ولكن هتعطينا نفس النتيجة اللي هي الدوائر الستة حول الدائرة الأساسية. هيك صار عنا الدوائر الستة الأساسية، وهلأ بدنا نرسم الخطوط الداخلية. اوكي، بعد في خطين. وهذا الخط الأخير. هلأ اللي بدنا نعمله إنه صار في تقاطع بين الدوائر والخطوط اللي رسمناها، بدنا نعمل بس هون نسينا هذا الخط العمودي. هالدوائر تقاطعت مع الخطوط اللي رسمناها، بدنا نعمل ناخد نقطة مركزية هالنقطة التقاطع، نعمل بس ارك، مش بحاجة نحنا لدائرة كاملة لانه كل اللي عم نعمله هلأ هو اساس لرسمتنا 607. هلا اللي بدنا نعمله انه نوصل هالخطوط هيدي، وهي اللي حتعطينا الشكل الخارجي او الشكل الاساسي لرسمتنا اليوم، او حدود هالشكل هيدا. هو شكل سداسي وهي حتطلع رسمتنا بشكل سداسي. اوكي، هلا بدنا نعلم او نعمل نجمة سداسية داخلية من تقاطع هالخطوط هاي. نرسم مثلث بهالشكل هيدا، ومقابله كمان مثلث تاني.
هلا ال الخطوط هاي متقاطعة، هي ما بتهمنا بالرسمة، ولكن بس لحتى هنعملها متقطعة، بس لحتى نشرح أكتر شوي عنا للرسمة نعرفها. وهيدا الخط كمان. هلا هالدوائر هيدي ما عادت تهمنا بشي، فنحنا بدنا نمحيها، ما عادت تهمنا لانه عملنا اساس لرسمتنا، وهلا بدنا نعمل الرسمة، ما بدنا نضلنا نطلع بهالدوائر هيدي. هلا بعد ما محينا كل الرسمة الأساسية، صار في عنا نقاط تقاطع للمثلثات، مثلثين اللي هن 6 نقاط تقاطعات. اللي بنعمله انه بنرسم دائرة بنفس الشعاع اللي عملنا فيه رسمنا فيه بالبداية، بنرسم على كل نقطة، نقطة تقاطع، بنرسم دائرة. على كل رأس من رؤوس المثلث نرسم نصف دائرة. هيك عملنا ستراكتشر الأساسي لرسمتنا اليوم. اللي بدنا نعمله إنه عشان نعمل الانترليس لهالرسمة هيدي، الانترليس يعني خطوط متشابكة مع بعضها. اخترت بهالمسطرة 7، دائرة رقم 7. بدنا نعمل على كل رأس من الهكساجون دائرة، وعلى كل رأس من النجمة السداسية كمان دائرة بهالطريقة هاي. وهون نفس الشيء بهالطريقة هاي. هلا هون رسمنا الدوائر كلها على كل الجهات. بعد بدنا نشوف تقاطع للدائرتين ونعمل دائرة صغيرة بهالشكل هيدا. ليه عم نعمل هيك؟ عشان نعمل الدوائر حسب حجمها. هون نعمل بهالطريقة هاي، بنكرر على الدوائر الأخرى، ونفس الطريقة نعمل كمان كمان نفس الطريقة على الدائرة الخارجية، نفس الشيء، ونكرر على كل الدوائر بنفس الطريقة. كمان نجمع
هالخطوط لحتى تعطينا هالخط هيدا. هلا بعد ما رسمنا كل الدوائر المطلوبة بدنا ننتقل لحتى نعمل الانترليس اللي هو تشابك الخطوط. بس نحنا مش هنعمل كل الرسمة، رح ننتقل لنعرف انه هل مثلث هيدا هو، اذا عملنا هالمثلث هالمثلثات الباقية هي مثلها تمام، يعني فينا نعمل نسخة عنا وننقلها على المثلثات الباقية. اول شي بدنا نعمله انه نمحي، يعني هيدي بما انه طالعة من فوق بدنا نمحي اللي تحت. اوكي، وبتطلع الخط من فوق، تاني خط بده يطلع بده ينزل من تحت، يعني بالنتيجة الخط التاني بده يطلع من فوق. اوكي، وهون بدنا نشيل الخطوط لحتى تطلع مثل رسمة الجامع الأموي أو الشباك أو الجريل الجامع الأموي. هون بدي يطلع بهالطريقة هيدي، هنستعمل لونين الأزرق والأحمر. الأحمر للدوائر رح نعلم بس بطريقة سريعة، هون و هون ايضا. اوكي، وبالازرق كمان رح نعلم بطريقة سريعة، هلا بنشوفها نهائية. هلا هون لونت المثلث لحتى تبين تظهر الرسمة. طبعا فينا نحن نجيب ورق الكالك نعلم كل الفراغات المطلوبة والانترليس المطلوب وننقله على محلات تانية لحتى نعرف كيف نشتغل. هون بهالطريقة هيدي خلصت رسمتنا 607. وهلا رح لونها واعطيكم بالنهاية الرسمة ملونة خالصة.